السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا شاتو الأمس، يعني وين المكلف بالإعلام على مستوى الفاب، يعني مكلف بالإعلام، يعني هذا ماشي غير مكلف، الحمد لله يا ربي الناس هذا وراي تحضر عليه، يعني على كيسموها يا ربي، على مناصب اللي دايرهم. وقلت لكم انا يا قلت لكم بلي عضو في نادي مولوديه الجزائر، موظف في نادي بارادو، مكلف بالاعلام لدى الفاف، موظف في محل ارشيف، يعني في محل ارشيف الفاف، موظف في مديريه الفلاحه، موظف بالاعلام للشان، مكلف باعلان، يعني بالاعلان خاص للمشرف، و منصب الجديد الذي يرغب الحصول عليه هو في، يعني نقولوا باللي الجلوس مع رزيق رومان في الندوة الصحفية، اي مكلف بالاعلام لكاس افريقيا تاع الايديسات، يعني شحال ثمن مناصب، كأن ما كاش ناس هكا، ما كاش كاينين هما برك، كاين غير هما برك، ما كاش تعرف تهدر كيما هو، تعرف تفتي كيما هو، يكون عندك الجرأة تقول للناس كولوا رمضان، معليش بالك كاين رخصة ياكلوا رمضان، عندكم انتوما شكون اللي ينجم؟ تقدر تفتي الواحد تقول له كل رمضان؟ تنجم انت تفتي الواحد تقول له كل رمضان؟ ما تنجمش، طيق واحد يقول له لا كل رمضان معليش، يقول لك راني مهود، راني مسافر، رايح لتمر راسد، تقول له كل رمضان؟ رايح في كار تمر راسد، تقول له لا كل رمضان معليش؟ ما تنجمش تقول واحد كل رمضان، شوف كيفاش؟ على هذيك وين كشف هذا المكلف بالإعلام على المستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيواجه صعوبات كبيرة في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، أين سيواجه المنتخب النيجر في توقيت يتزامن ذلك مع شهر رمضان الفاضل، مؤكد أن ذلك سيصاب يعني في مصلحة المنافس، خاصة وأن اللقاء سيجري في توقيت يكون فيه لاعبون الخض صائمون. راه نقول لك أرواح، نيجر فانيك مسلمين ماشي كفارة، نيجر دولة مسلمة، أنا بالك بيها ولا ما بالكش، دولة مسلمة واو لله، نيجر فانيك مسلمين، نيجر بالك مسلمين وشادين في دينهم، بالك خير منك نتايا، أنا بالك بيها ولا ما بالكش، بالكم غالطين، راكم حاسبين بلي نيجر بلاد كفار ولا. نيجر فانيك مسلمين، نيجر موريتانيا هذوكا مسلمين، السودان هذوكا مسلمين، غير ما تتجرأ وتهدر على رمضان، رمضان انت شداك ليه؟ يقولنا رمضان شداك ليه؟ رمضان ما تهدرش عليه، رمضان حرام عليك تهدر على رمضان، حيا خمس مولا سبع سنين يصوم، مولا ثمان سنين يصوم، تسع سنين يصوم، صاي هذا الوقت، يعني الوقت ماشي كما نقولوا حنايا كنا نصوموا في اوت ونصوموا، لا، هذا هو الوقت صايك، هذا الوقت هذا هو، شحال با يصوم كاع من ساعة كاع، وريا شحال تسع سنين ولا 10 سنين يصوم نورمال عادي، أنا تبان يصوم عادي، كاش هذي تاع ينظر ولا منا ولا مليها، كاش ينظر، يصوم. انت تهدر على واحد يدير رياضه وناشط وكلش، تقول له كل رمضان يصوم يلعب صايم افضل له، وين غادي يلعب؟ ما غاديش يلعب، احنا نقولوا في البيني الحمار، ولا غادي يلعب في تونس نورمال. وقال هذا المكلف بالاعلام المفتي، يعني المفتي فانيك منصب مفتي، تسمى فانيك مفتي، في تصريحات صحيفه امس على هامش القرعة الخاصة بالدور الصحافة مقرر إجراؤها في الشهر الفاضل، يمكن التوقيت، يعني توقيت يقلق البعض، ولكن هناك رخصة
تمكن الرياضيين واللاعبين كرة القدم وهم مسافرين في شهر أم رايحين فوق المغال أم رايحين فوق أكدين فوق ظهرك، واللاعبين كرة القدم وهم مسافرين في شهر رمضان بعدم الصوم. قبل أن يضيف، أعرف لاعبين والطاقم الفني كل سيكون صائم يوم اللقاء، وأتمنى أن تكون مباراة في المستوى ونخرج بالزاد الكامل ذهاب وإياب. النيجر، النيجر راك تهضر عليها، النيجر أنا باحتراماتي للنيجر راك تهضر على النيجر، راك تهضر على النيجر على كنت تهضر عليها نورمال ممكن تحدث على البارتي هذه نورمال ياه درتو حادثت ودرتو من والشعب منا ومنا وخسرتو مع الكاميرون مباراة حاسمة خسرتو بها تحسن النيجر النيجر تهدر عليها يا عباد الله. روح دير روح دير ملخص النيجر مع تنزانيا وملخص النيجر مع اوغندا روح ديروا لعبوا دو ماتشوما روح شو ديروا روح ديروا يا ودي هادو اللي لعبوا نربحناهم خمسة هادو اللي لعبوا نربحناهم خمسة نورمال عادي واخر ربحناهم خمسة هذا غادي بالك خمسة بالك اللي لعبوا لنا خمسة اللي لعبوا لنا بالك غادي ثلاثة وخدا اخرين بالك ما غاديش يلعبوا يروحوا للإيفان تروا. ومن المرتقب أن يعمل هذا المشرف هذا عن قائمة المنتخب الجزائري المعنية بمباراة النيجر الأسبوع المقبل وتجد الإشارة سيلعب المنتخب الوطني مبارتين له خلال مارس الحالي أمام منتخب النيجر في تصفية أمم إفريقيا ويسعى رفقاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز لتحقيق الانتصار من أجل ضمان تأهل رسميا إلى كان كوت ديفوار. يعني نورمال عادي يعني الجروب هذا راكم دايرين الحسابات والله ما فهمنا الى جروب هذا. انا يتبالي انا راني فرحان يعني يجيب لعابه جدد ويلعبوا نورمال ويديرهم يلعبوا كلش انا باقي مخلوع تصيب القائمه يقول لك عاودوا اتصلوا بونجاح عاودوا اتصلوا خاطش على بونجاح لازم يجيبوه يمركي ربعه في طول يقول لك ها ولا بونجاح ولا بونجاح كيما نهار اللي تعقلوا عليها الضربه تاع كاع ما كاش منها تاع النهار اللي قالوا لكم يا ودي بونجاح يعيي ديفونسيرا وفما كاع الناس ولا تهضر فيهم يقول لك اه بونجاح والله اللي عيني ديفونسيرا والله واحد قال لي هو اللي طلع لكم سراويكم في 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 2019 يا ودي دور تلعب غاديكا بونجاح لاعب دو كوب دافريكا ماركي دو بيت ماركا من بيناتي وماركا بون طلعت في السماء وعاودت ولات شاك طب طب ما بغيت تهضر مع من يا وغلطوا زراري وخدا اخرين سليماني تاعك خمسه تاع كوب دافريك لعب 2013 2015 2017 2019 2022 ماركي 4 بيتا هاك عشتينا خمسة كوب دافريك ماركي ربعة تاع ربع اهداف وانت يا راخر هذا بونجاح تاعك مرة لعب دو كوب دافريك ماركي دو بيت مالكم يبقى حير انا مين بدا يقول لك بونتو ما كنت يا تربع غاديكا بنادم لعب خمسة تاع كوب دافريك ماركي 4 بيت ويقول لك هداف تاريخي وين هدف تاريخي وين جاته مع جيبوتي مع جيبوتي مركا ربعة مع جيبوتي خمسة مع من عادي نورمال عندكم عادي محسوب عادي زعمك نورمال محسوب ساجين توما غادي كان مع النيجر انا ندير لها حسابات نهضر عليها يفطروا رمضان مع النيجر في حالة سفر يقلع 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 بثلاث ايام قبل البارتيه بيومين قبل البارتيه ياكل رمضان مفتي انت والله لا مفتي مفتي الله يعطيك الصحه والله لا الله يعطيك الصحه مفتي ليش انا نلعبوا البان 3 ولا نلعبوا البان 7 البان 3 البان 4 البان 5 البان 6 البان 7 خمس ايام يقلع ثلاث ايام قبل البارتيه ثلاث ايام قبل البارتيه يقلع ثلاث ايام قبل البارتيه ياكل رمضان هذه يا خويا احنا ان شاء الله بربي كما يقول لك هذه الا مباراه وهذه تاع ناكلوا رمضان تاكلوا رمضان برك وما برك وما تفتوا للغاشي حرام عليك انا نقولها لك حرام بالاتفاق عليك انا نقول لكم هذه الا كره قدم وغادي تروح ثلاث ايام قبل انت كي تاكل رمضان مباراه ما عندها حتى اهميه تربحها نورمال كي نقولوا هنايا كوب دي مون في نار في الصيف في اوت بالك ايه عجبتكم وكلش حرام عليكم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.